مركز في قلب مدينة نصر بين أول عباس وأول مكرم وشارع النزهة وعلى طريق النصر الرئيسي، يعني مش هتمشي خطوة واحدة على رجليك من أي منطقة وعلى مستوى القاهرة الكبرى سهل تلاقي أي مواصلة توديكي لحد باب المركز، زي من رمسيس، تحرير، مواف السلام، سيدة عيشة، صقر كوريش، حلوان، معادي، 6 أكتوبر، الهرم، مسكن، عرب، جراج، حلمية، مطرية، كوبري القبة، الزاوية الحمراء. ده غير طبعا الميني باصز اللي ممكن توديكي في أي حتة في مصر وأي شارع جانبي كمان. مركزنا قريب جدا لأهم المعالم والأماكن الحيوية في القاهرة زي سيتي ستارز، سيتي سنتر، معرض القاهرة الدولي، مطار القاهرة، الحديقة الدولية، دار الدفاع الجوي. مش هتشيل هم الركن للعربية لأن مركزنا يطل بشكل مباشر على جراج النزهة العمومي، متعاقدين مع شركات مقاولات لتوفير السكن للإخوة العرب من خارج جمهورية مصر العربية. المركز جيد التهوية لأنه مفتوح بالكامل وفي دور مرتفع، وقبل ما تتخض من دور مرتفع دي ففي 4 أسانسيرات في العمارة، يعني ما تقلقش لا هتطلع سلم ولا هتستنى دور في طابور الأسانسير زي ما بيحصل في أبراج الأطباء الأخرى. يوجد لدينا علاج طبيعي مكثف، كما أن مركزنا مجهز على أعلى مستوى. ودي بعض تجهيزات المركز للعلاج الوظائفي وبعض الألعاب لاستخدامها في العلاج الطبيعي وفي استقبال الأطفال. احتياطات الأمان بالمركز: أرضيات فوم لتفادي الصدمات والوقوع. جلسات العلاج الطبيعي تتم على مراتب بريبون عالي الجودة. جميع الأدوات بها صمامات أمان، والأوجي يعمل بحبال مرنة وليست حبال حديدية التي تتسبب في إصابة الأطفال وشعورهم بالألم. في حالات نقص التركيز وتشتت الانتباه وحالات التوحد، إذا كان الطفل يتأثر بشكل سلبي بما حوله من صوت أو أفراد أو أطفال آخرين، يتم عمل جلسات العلاج الطبيعي للطفل في غرفة منفردة. الوقاية ضد الأمراض والأوبئة: يتم تعقيم المركز بالكامل كل ساعة، يتم تعقيم المراتب والأدوات بالديتول عقب كل حالة، وجود مسافات كافية بين كل حالة والأخرى لتفادي نشر العدوى. يأخذ الطفل أجازة مرضي في حالة المرض أو حتى ارتفاع درجة حرارته. متابعة دورية تشيك أب لكل الحالات بالمركز، وعرض فوري على الطبيب المعالج في حالة ظهور أي عرض مرضي على الطفل.